قدرة ينصب كان في ذنب ما قد بسر كشبر أرضا وقلب زنبرة ومنوين عسل وتمرة وبعد ذي وشبه جر إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل مد الأرض ذهبا والفاعل المعنصبا بأفعل مفضلا كأنت على منزلا وبعد كل مقتضى تعجبا من يسكنك بأبي غفل أبا وزوج من إن شئت غير ذي العدد والفاعل معناك طي نفسا تغد وعامل التمييز قد مطلقا وجعل للتصيب نزل سبقا. قال التمييز والمميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر اسمعوا له اسمعوا له اسم بمعنى من عندي صاع شاعرا صاع من شاعر نكرة دائما لا يكون لها نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره الناصب له ما فسره والمفسر إما اسم جامد فسره التمييز أو فسر نسبة فالناصب له في هذه الحال العامل يقول تطالب زيد النفس الناصب نفسا طالب أنا أكثر منك مالا أكثر منك مالا الناصب لمالا ناصبا أكثر فإن كان مفردا مع انتصاع شاعرا الناصب لشاعرا صاع قالوا كيف عنوى الاسم مع جموده الجامد لا يعمل قالوا يشبه اسم الفاعل لأنه يطلب التمييز كما يطلب اسم الفاعل المعمود زيد ضارب وعمرا ضارب تريد عمرا لتمام المعنى كذلك ما به وجود تمام الاسم وهو التنوين والنون لو قلت زيد ضارب عمرا كقولك عندي صاع شاعرا ويا قلت الزيدون ضاربون عمرا كقولك عندي عشرون صاعا النون في هذا والنون في هذا وقال كريم كيف عمل الاسم المميز مع جموده كيف نصب التمييز تقول لها مرحبا ينصب تمييزا بما قد سأل كشرين أرضا التمييز نوعان مفرد ونسبة والمفرد أربعة ونسبة أربعة المفرد الكيل والوزن والمساحة والعدد والنسبة محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو غير محول محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو غير محول يمتلئ الحوض معا أو غير محول والحب كشرين أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا قال رحمه الله وبعد ذي وشبهها جره إذا أضفتها إليه كمد حنطة ولا بعد ذي تقول صاع شاعرا وصاع شاعرا شبر أرضا وشبر أرضا جره إذا أضفتها إليه ومثلها كقوله لنا غيرها إبلا وأنا مثلها شاء مثل وغير موغل في الإبهام تفتقر إلى مميز فتشبه هذه وكذلك أسماء لوعية أسماء لوعية التي وارد بها المقادير لنوب صاع لنوب يعرف عند وصاع خشبة لكن المراد ما في المراد الكمية وكذلك ما كان فاعا للتمييز نحو عندي خاتم فضة بعد ذلك شبه تقول خاتم فضة وبعد ذلك شبه جره إذا أضفتها إليه كمد حنطة وإذا مد مبتدا وحنطة مضافة والشاهد أن التمييز انجر بإضافة المميز إليه والله والله غير مضاف إليه مضاف إليه والنصب بعد ما أضيف واجب إن كان مثل من الأرض هذا إذا كان لا يتأتى من جهة المعنى إضافة المميز إلى التمييز يجب نصب التمييز تقول لو كان الكافر من الأرض ذهبا لافتدى به منه لا يتأتى أن تقول منه ذهب لا يقال هذا إذن يجب نصب التمييز لأن الاسم لا يضاف مرتين أقول لا يضاف الاسم مرتين والعامل في العربية عامل الجر يجر شيئا واحدا وعامل الرفع يرفع شيئا واحدا وعامل النصب يصل دون حدود وكذلك ما في السماء قدر راحة سحابا يجب نصب سحابا لأنه لا يتأتى أن تقول ما في السماء قدر سحابا فإن تأتى إضافته إليه فأنت بالخيار إن أضفته جارة التمييز وإن تضفه أصبته تقول زيد أفصح الحاضرين قولا أو أفصح الحاضرين عالما أو أفصح عالما
فإن تأتى إضافة المميز إلى التمييز بين أضفته إضافة التمييز تقول زيد أفصح عالما أو زيد أفصح الناس عالما. أنا قولي والنصب بعد ماذا بعدها؟ والفاعل المعنى بأنصبان بأفعلها مفضلة. الفاعل في المعنى قالوا هو السببي. السببي قالوا المتصف في المعنى بالشيء الجاري باللفظ على غيره. أنت أعلى منزلة، أنت مبتدأ على خبره ومنزلة تمييز، لكن إذا نظرت تجد أن أعلى صفة لمنزل لأن أعلى منزلك، فهي جرت في المعنى على أنت في اللفظ على أنت، وفي المعنى هي المنزل يسمى الفاعل في المعنى يسمى السببي. المهم أن الفاعل في المعنى هو ما يمكن جعله فاعلا بعد جعل أفعال التوظيف. أنت على منزلة، أنت على منزلك، أنا أكثر مال، أنا كثر مالي. الفاعل المعنى أنصبا بأفعال مفضلة كأنت على منزلة. أما غير الفاعل في المعنى وهو ما أفعال التفضيل بعضه، تقول زيد أفصح الناس عالما، فإن أضفته إلى تقول أفصح عالما وإن أضفته إلى غيره نصبت عالما. أما الفاعل في المعنى لابد من نصبه. والله كيف نعرف ما ليس فاعل في المعنى؟ نقول ضابطه أن تجعل أفعل كلمة بعض وتضيفها إلى مجموع المضاف. زيد أفصح عالم، تستطيع أن تقول زيد بعض العلماء، هذا ليس فاعل في المعنى. خلاص ما أقوله ما بعده وبعد كل مقطع تعجل. التعجل فيه شيء من التهويل وفي شيء من الإبهام والغموض، فيسر التمييز. هذه وظيفة التمييز وهذه المبهمات. لله ضره فارسا، أكرم بأبي بكر أبا، يا جارة ما أنت جارة. نعم التمييز مضمن معنى من، وبعضه صالح لمباشرتها كما أن الظرف مضمن معنى فيه، وبعض الظروف صالح لمباشرتها. تقول سافرت إلى مكة يوم الخميس أو في يوم الخميس، وتقول زيد أمام الدار لا تقول زيد في أمام الدار، لكن الله مضمن معناه فيه. وكذلك التمييز، تقول عندي 40 كتابة لازم تقول عندي 40 من كتابة، عندي صاع شاعرة عندي صاع من شاعرة. إذا جرب بني إن شئت غير العدد. دقة بالمال وحرصها على الاختصار لم يقل لك قبل هذا إن العدد من قبيل التمييز المفرد، ما قال تركها حتى يضع معها حكما آخر. قال جرب بني إن شئت غير العدد، افهم انت العدد مما يميز تمييزا مفردا كالوزن والمساحة والكيل. تقول عندي صاع شاعر وصاع من شاعر، عندي شبر ارض وشبر من ارض. الا الفاعل في المعنى، الفاعل في المعنى المحول عن فاعل صناعة لا يجرد من طاب زيد من نفسه، لا تقول طاب زيد من نفسه، هذا فاعل معنى التوضيح طاب نفس زيد، وهذا محول عن فاعل صناعة تستطيع أن تأتي بتركيب آخر وتدعى نفسا فاعل فيه، تقول طابق نفس الليل. بخلاف الفاعل في المعنى غير المحول عن فاعل صناعة يجوز جرب منه، تقول كرمت رجلا، مدلول التاء ورجلا شيء واحد، التاء يرجل، ولكن لا تستطيع أن تقول رجلا فاعل في تركيب آخر لا يتأتى، هذا فاعل لن يحول عن فاعل صناعة، لك جرب منه، تقول كرمت من رجل. وكذلك المفعول المحول عن المرض الصناعة لا يجرب منه، مثل فجرنا الأرض عيونه، تستطيع أن تقول فجرنا عيون الأرض، لا تقول فجرنا الأرض من عيونه. بخلاف المفعول غير المحول عن فاعل الصناعة يجوز جرب منه، تقول لا المفعول المحول عن المرض الصناعة لا يجرب منه، وغير المحول يجرب منه. كفى تقول ما أحسن زيدا أدبا، تقول ما أحسن أدب زيدا، هذا مفعول في المعنى محول عن المرأة الصناعة جعلته مفعولا. بخلاف ما أحسن زيدا رجلا، لا يتأتى زيد هو رجل، لا تستطيع أن تجعل رجل في تركيب آخر مفعولا به، إذا لم يحول عن المرأة الصناعة يجوز جرد به ما أحسن زيدا من رجل. وكذلك العدل، لماذا امتنع العدل؟ عندي 40 من كتاب، لماذا لا يجوز؟ قالوا الراجح أن من الجارة بالتمييز بيانية، والبيانية يجب أن يطابق ما بعدها ما قبلها. أظهر عندي 40 من كتاب، كتاب لا يطابق 40، أظهر
هي أن صنعت منك. أنا قولي وجنوبي من إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطيب نفسا تهد رحم الله وعامل التمييز قد المطلقة. قالت السيبوي رحم الله التمييز هو هنا بتحويل الإسناد عنه لا يزال توهنا بتقديمه على عامل طابة زيد النفس أصلها طابة نفس زيد اشتعل الصيبة اشتعل شيب الرأس كلا تقول شيبا اشتعل الرأس وعامل التمييز قدم مطلقا وجل التصريف سمع من كلامهم نفسا تطيب بنيل المنى ونادي المنون ينادي جهارا نفسا تطيب بنيل نفسا تقدمها لا عنها وتطيب بخلال الجامد ما أفصح زيدا خطيبا لا تقول خطيبا ما أفصح زيدا لأن الفعل جامد أنا أقول عامل التمييز قدم مطلقا وجل التصريف